مشاهدين قناة شفقة تيفي، مرحبا بكم. أنا اليوم جيت سعيدة وفخورة أنني أمام لالا السعدية أزكو، الممثلة الكبيرة. حبيناها في المسرح، حبيناها في الدراما، وحبيناها حتى في السيتكوم مؤخرا. عاودينا على التجربة ديالك في السيتكوم. كيف ما تعودناش عليه. هذه أولا كانت تجربة رائعة. هي ديجا درت تجربة في السيتكوم ديال ميلودو رابحة مع فهيد، كانت تجربة رائعة، وهذه ثاني أو ثالث تجربة في السيتكوم. مي كانت هذه التجربة مع رشيد الوالي، كان حيه من هذا المنبر. كانت تجربة رائعة لأن كان دور رائع، كتابة جميلة، حمسني أنني نكون ماشي المرأة العادية، يعني نكون المرأة المغربية وفي نفس الوقت الفكاهية. كانت تجربة رائعة، ونتمنى أن تكون إعجاب للجمهور. كانت هذيك المرأة اللي كان مات الزوج ديالها، كيف شافها الجمهور، مات الزوج ديالها وهي من 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 أمازيغية، حيت أنا أمازيغية الأصل. هذا بغيت نعطي هذاك القالب ديال أن الأم المعطاة اللي خلى لها راجلها كل شيء، ولكن كبيرة الحالة عندها كل شيء بحال كل شيء، والضيافة عندها وكل شيء تترحب به. بهذاك القالب اللي لعبت به كفكاهية، هو حويجات خديتهم صبغي من 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 شرائح من عائلتي، اللي هذيك ديال انت الزيرو، يعني هادو كلهم في عائلتي واخداهم، يعني خيضاء حويجات لي كنقول دائما كان حويجات لي انا كنعيشهم، تناخذهم وتنعطيهم تكريما لهذوك النساء. نتمنى ان يكون لاعجابهم. كنت بغيت يوصل لكل جزء ثاني ويعطي اكثر واكثر. انا كنتمنى يكون جزء ثاني وكنتظروه، لان ابدعتي صراحه، وانا عجبني السيتكوم بزاف. شفنا بان الدراما المغربيه مؤخرا يعني تطورت بزاف، لا من ناحيه الانتاج، لا من ناحيه الاداء، لا من ناحيه النص. شنو رايك ديالك؟ شنو هادشي راجع لاش؟ دخلوا شباب جداد ولا نفس جديد؟ الحمد لله، دام بفضل الله سبحانه وتعالى، لان احنا كل نهار غاديين في تطور. راه ماشي ساهل ان واش حنا الناس غاديين كيتطوروا ونبقاو حنا غاديين في نفس مزيان. انا الدراما المغربيه او الفيلم المغربي يزيد القدام مره راه مزيانه، راه بالرواد وبالشباب. حتى حاجه ما كتكون كامله، يد وحده ما كتصفقش. الا ما كانش التضامن وما كانش الحب وما كانش هذا، راه ما يمكنش. الحمد لله الا وصلتي لهذا المستوى ان احنا وصلنا ليه، راه هذا يشرفنا ويفرحنا. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قلنا لالا سعدية أزكو، التعامل ديالك مع ابتسام تسكات، حنا عرفناها ديجا، دارت عمل ديال فيلم الو ابتسام، ما كانش التجربه الاولى ديالها في التمثيل، وصراحه ابدعتي، وهي حتى هي كذلك ابدعت، انا بشهادتي وبشهاده بزاف النشطاء ديال مواقع التواصل الاجتماعي. القصه ديال المسلسل اللي بزاف يعني ما متعودناش على ذاك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شتي دائما بفضل الله، ان حيت انا كنهضر على الممثلين كلهم الشباب، ماشي غير ابتسام بوحديتها، على حيت ملي كتلقى مثال ابتسام، لقات اللي وجهها، لقات اللي وقف حداها. حنا لقينا واحد تناغم، تناغم، لان النهار الاول اتفقنا ان انت بنتي وانا امك، ما غاديش نمثلو، غنعطيو الشخصيات، غنعطيو
حياه كيف قريتها في القصه وكنقول لها واش حسيتي بها؟ كتقول لي حسيت بها. تالمتي؟ ايه. اعطيه هذاك الالم، اعطيه هذاك الاحساس، وبمشاركه المخرج، حيت المخرج راه هو الدينامو، هو الكل. كنشكر عادل من هذا المنبر، عادل الفضيلي، لانه من عائله فنيه بطبيعه الحال غيكون عارف الحويجات، لانه لمس الاحساس ديال 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 الفنان، لمس الاحساس ديال ذاك الممثل، حيت راه ماشي راه اي واحد يمثل، حنا ما كنمثلوش، حنا كنجسدو، تنعطيو الشخصيه خصنا نحسو بها باش نعطيوها. انا كنلعب الام صح، لان عندي الام ديالي كنشوفها كيفاش تعاملت، وانا كام خصنا نتعاملوا كام، وخصوصا المراه المغربيه، حيت عندها بزاف، عندها راه مراه مناضله بهذا المفهوم. ممكن بزاف الناس يقول لك مبالغه، ماشي مبالغه، راه بصح راه المراه المغربيه مناضله، راه شفنا ربما مناضله اكثر امراه في الدول العربيه، في الدول العربيه راه مناضله، راه كدير كل شيء بطبيعه الحال بجانب الرجل، ما نساوش حيت حنا كنهضروا على المراه المغربيه، كدير كل شيء، يعني في التربيه، في التربيه، في المعامله، في الحب، في جميع، في كل شيء. يعني بالنسبه ماشي غير الممثلين، كاملين كانوا نوطه وحده وكانوا وليدات، لان الصباح فاش كنجيو كنسميو الله وكنلبسو وكنقادو، كتولي كل شيء كيعيط ماما، وكل شيء كيتعامل ام ولادها. وراء الكواليس واش؟ وراء الكواليس بطبيعه الحال، حيت الا ما كانش هذاك التناغم، وما كانش هذاك الاحتكاك، وكان واحد الحب، وكنجيو الصباح وتنسولوا على بعضياتنا واشنو درتي؟ الا بانت لك شي واحد، حيت حنا بنادم، تقدر واحد يصبح مريض، يقدر واحد الصباح خصك تعرف تجيري هذاك، ماشي عاجيهم مثل ماشي شغلي هو كيفاش داير. هذا هو الجميل في عادل الفضيلي، كيجي كيشوف. كنتو اسره؟ كنا اسره. ملي كيلقى شي واحد، حيت الا واحد كان مكاعي ولا معصب ولا عنده مشكل، كيكون خلل في المشاهد اللي غيتصوروا في ذاك النهار، يعني كيخصك تلين. الفنان احساسه رهيب بزاف. هذا هو اللي خصهم يفهموا حويجات الناس، راه ماشي ساهل، لان ماشي ساهل ان توقف حدا الكاميرا كيقول لك راك كنمثل، لا راه ماشي تمثيل، حيت انا باش نفكر في الشخصيه، ونفكر في الحوار، ونفكر في الاخراج اللي قال لي المخرج، ونفكر في اللبس ديالي لابسه، ونفكر في ماكياجي، راه ماشي ساهل تفكري فيه في لحظه في لحظه وحده باش تعطي المشهد، او خصني نبكي ولا خصني نضحك ولا خصني، راه ما يمكنش. راه هذا هو السر النجاح. كتعيش الحاله؟ بطبيعه الحال كتعيش الحاله، يعني كانوا الحمد لله تبارك الله عليهم بوليداتي كاملين، حتى من الزوج كان كل شيء في المستوى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لانه كان وراه كيف شاف الجمهور، وكل شيء حبوه، وكل شيء، يعني كانت صدى رائعه انه تكلاس هو الاول. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، نتمنوا يجاو يستاهل، ونتمنوا يجيو اعمال اخرى اللي تحفز وتطلع للمستوى. ان شاء الله غيدوز ام بي سي 5 باش يشوفوا كاع الجمهور المغربي. اخر سؤال عندي، جابوا لك اتاي اليوم ولا لا؟ حقيقة ما جابوش ليا، قالوا لي غنجيبوا لك اتاي، ما جابوش ليا. هذا هو علاش دابا واقفه بحال هكا وكتشوفيني، ماشي هي هذيك وراسي ضارني. فرحانة بزاف اليوم. بارك الله فيك وشكرا، تبارك الله عليك. اشترك الان في قناة اشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.